ليس حصارا أو تضييقا على الشعب الكردي، وإنما إجراءات حكومية تهدف إلى المصلحة العامة، هكذا وصف وزير الصناعة القرارات الأخيرة بخصوص تسليم المطارات والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية. هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة لا تستهدف التضييق أو ممارسة حصار ضد أبناء شعبنا في إقليم كردستان، بقدر ما هي صلاحيات اتحادية ارتأت الحكومة أن الوقت قد حان لتنفيذها، وبالتالي إيراداتها وكذلك تنفيذ القوانين الخاصة بدخول المواد وفحصها كلها تصب في المصلحة العامة. فيما أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية أن وضع يد الحكومة الاتحادية على المطارات والمنافذ الحدودية في شمال العراق سيعود بواردات اقتصادية من شأنها رفع الضغط الاقتصادي على الحكومة المركزية بعد أن أثقلت ميزانية الدولة في الحرب مع داعش الإرهابي. أعتقد سيؤثر إيجابياً هذه عملية وضع اليد على المنافذ الحدودية، وتدخل الإيرادات إلى الحكومة المركزية كي يتعافى من الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي نتيجة لحرب داعش اللعين الذي استنزف الأموال. ويرى مراقبون أن على حكومة شمال العراق النزول تحت رغبة بغداد من أجل الدخول في حوارات قد تفرز نتائج مقبولة للطاقة.